انطلاق الانتخابات البرلمانية البريطانية ظهرت أحداث وصفت بالأغرب حول العالم، أولها اعتقال أحد حراس الشرطة الشخصيين لريشي سوناك بسبب رهانات مزعومة على موعد الانتخابات العامة البريطانية قبل الإعلان عن موعدها، وهي الفضيحة التي أعلنت لجنة المقامرة البريطانية بدء التحقيق فيها. وسبقتها قضية أخرى، حيث اعترف مساعد سوناك كريك ويليامز المرشح لإعادة انتخابه في البرلمان بأنه يخضع للتحقيق من قبل لجنة المقامرة لوضع رهان بقيمة 100 جنيه استرليني على انتخابات يوليو قبل الإعلان عن موعدها. تقارير قالت إن البريطانيين اعتادوا على رمي قطة ميتة على المتحدثين خلال التجمعات السياسية، وكان على المرشحين التغلب على الأشخاص الذين يقاطعونهم، وكثيراً ما كانت ترمى أشياء لا تسر على المرشحين مثل القطط والكلاب الميتة والأحجار. في بعض المناطق حظر التصويت على من لا يمتلك موقداً يغلي عليه الماء، واشترط أن يملك الناخب أرضاً أو منزلاً خاصاً والعيش في عقار مجهز بموقد خاص يمكن غلي وعاء الماء فوقه. وحتى النساء فلا يسمح لهن بالتصويت في بعض المناطق، وأغربها كان في بلدة أولد ساروم حيث كانت تضم 11 ناخباً فقط ونائبين، ولم يكن أي منهم يعيش هناك فعلياً، ورغم ذلك ظلت تصوت في الانتخابات.